السيدة ما بس من يديها حيت ما كتقدرش تحمل هكا عوجه يديها شتيها بحال ما كتكلك في الدروج هاد السنة باش تهبسات هاد السنة باش تهبسات هانت شوف شوف حلف تقسمات على جوج تقسمات على جوج بقى شادة شوية شا هربتي خفتي على راسك على راسك توجعي في الرعب بقيتي غير مرتاحة حيت ما كاين الماكلة ما كاين الراحة ما كاين حتى الماكلة لا لا عندي بلاصة نكمل دابا هنا بهالبلاصة يمكن هنا البلاصة يمكن تدخل تدخل شحال هكا وتدخل شحال هكا ماشي أخنا تا كيضربو كل دوك البلاصتي كيضربو شوف الودن ورينا الودن ديالك دوري هاديك خياطة ولا شناهي؟ بلا ما تخيطات ما بقات شحال هكا باش ضربتي؟ بالموس موس تخيطات موعد داكشي بقات شحال هكا شتا دابا تنفخات بزاف راه كانت شتا من هكا درت كتفشت ليا لا حول ولا قوة إلا بالله اللي سهل لنا مباشرة اللي غتشاهدوا بحال واش ناس وهاد الحقرة وهاد الشيء اللي تعرضت ليه هاد الشابة اللي في العمر ديالها فقط 19 سنة ما يبغيه لا ربي لا عبدو تعدوا عليها الناس بواحد الطريقة هيماجية عيب أننا نشوفوا هاد الكارثة في 2024 ناس قارين واعيين كل شيء عارف اللي ليه واللي عليه نشوفوها نشوفوهم داروا في هاد الدريه اللي في العمر ديالها 19 عام هاد الحاله اللي ديها العظام كلهم خارجين لها من ايديها ودنيها كلها مضروبه بالموس الدريه كلها زرقاء ورينا السنة بلاتي زعزعة بالشبان السنة ديالها غطيح ما بقى لها والو وطيح فعلا هادشي كيحز في النفس وكيحز في الخاطر وخا هاد البنت اللي خدامه عندهم تكون دارت ما عرفت اشنو دارت حنا في بلد الحق والقانون اللي كيدير شي حاجه الا هاد السيده دارت شي حاجه كاين القانون كاين المخزن اما باش الانسان يدير شرع يديه هادشي راه ما يتقبلو لا حتى شي واحد السلام عليكم السلام عليكم اختي دابا شنو اللي وقع لك هاد الناس كيضربوني بزاف بلا اي سبب واخا ما ندير شي حاجه خصهم يعنفوني في الصباح والعشيه ضروري امتى وانت خدامه عندهم كيفاش خدمتي عندهم من شهر واحد من واحد السيد مول الحانوت هو اللي عرفني عليهم وقال لي الناس يعني المراه السيده مزيانه والله يعمرها دار صافي قلت نتوكل على الله نمشي نخدم عندهم الشهر الاول كانوا معايا مزيان غير الشهر الثاني صافي بداو كيتبدلوا معايا فهمتي دوك كيضربوني فهمتي علاش علاش الضرب شنو هكا بلا حتى شي حاجه تقدر بسبب تتحرشوا عليا تقول لي دارت هادي تكذب عليا واش حاجه ونوض يبقى يضرب فيا واش هاد الناس مراد كتحس بهم ماشي طبيعيين ما عرفتش كيشربوا الدواء لكن ما عرفتش واش انا ما عرفتش واش مراد ولا ما عرفتش كيبان لي طبيعيين حيت المراه كتعصب بزاف تعصبات ما تعقلش تضربني باي حاجه عندها في يديها واخا انت شحال قلتي المده وانت خدامه من شهر واحد من شهر واحد دابا عمرك مشيتي لدارنا الصراحه عمرك مشيتي طالعي الكبير ما خلاوش نمشي رمضان كلشي كيحبسوني كيقول لي دارنا راه ما يبغاش تمشي واش كيسدوا عليك ولا كيسدوا عليا وكيقول لي دارنا هي ما بغاش تمشي ماشي حنا صيفطناهاش هما كيقولوا لي بغيتي تمشي واخا الحادث ديال اليوم اشو اللي وقع اليوم ضربتني في الصباح وقالت لي غيجي راجلك في العشيه من الخدمه ويكمل لك داكشي الخاص انا ضليت النهار كامل كنترعد بغيت نمشي نخرج فاش خرجت حتى هكا طار الزبل صافي خرجت من تما صافي من تما خرجت صافي مابقيتش رجعت عندي حيت ديما سنيع لي الباب غير خرجت طار الزبل حتى هكا وصافي خرجت شو السبب يعني كنشوفوا ودنك دابا كلها مجروحه كنشوفوا العظام خارجين من يدي كتكوني مهرسه شنو السبب ديالها هكا حتى كتنوض كتضرب فيا واخا ما ندير لها والو شي مرات تضرب فيا غير هكا وتحملتي ملي ضرباتك المره الاولى والثانيه ولكن ما عنديش كيفاش نهرب حيت ديما مسدود حاولتي الشهر بي كان غير كبير ديما مسدود ما عندكش منين تخرجي هما اللي كيسدوا عليك ديما عرفوني غادي ندير شي حاجه ولا حتى كيسدوا عليا الباب بالنسبه للخدمه ديالك في الدار شنو كانت الخدمه ديالك انا كندير الميناج ما كنطيبش الصراحه غير السياق غير اختي ما عانوا تخمال داكشي ما فاش طيب ما كنطيبش كطيبيش لا طيب صافي كان شي شقه اكثر من القياس شي معامله راه كنا في مراكش فيلا كبيره على ثلاثه يعني وكتخدمي بالليل وبالنهار ما دايرش كي تمام يعني اليوم مزيان والديك عرفوا دابا بلي انت اول مره كيعرفوا حيت كتهضر معاهم كتكون حدايا كتقول لي قول لهم هالي فيا فهمتي راني كيوكلوني كيشربوا واخا داكشي بالعكس حيت خاصك تقول حدايا وتقول لي داكشي انت حيت كتخافي كضطري تقولي بلي حيت لا كذبت واحد المره لا كذبت جدتني قتلتني اصلا فهمتي لا كذبت غادي تضربني واخا من غير اليوم كيفاش ضرباتك شنو الاسلحه اللي استخدمها شنو اللي وقع عاودي من البداية اي حاجه تقدر تكون عندها مقله ضربني بها راسي مقله واحد المقله صقاتها وكضربني بها راسي
دابا شي مرات كنشوف غير الضباب ما كنشوف والو قبيله جات نستخبي سول السيد تجلس لي حدي مابقاش حتى شي حاجه واش كاين واخا ايدك دابا كنشوفوا العظام خارج لك من هنا وخارج شنو باش ضرباتك واحد العود ديال الشجره غليظ ديال الزيتون هو اللي ضربتني به واش ما تيو كضربني اي حاجه عندي في يدك كضربني بها ما عنديش المشكل ودنك حتى هي كنشوف ودني موس ديك المره دارتني ودارت لي هكا موس كنشوف ودنك دابا راه كوزينه كنديروا الشغل و مع المهم ما يبقاش شي حاجه هكا خصها في الكوزينه وهي ضربني هكا بالموس ما داويتيش ودنك لا صراحه ما ما داتكش دواء لا ما دارت لي والو دابا راه ودنك راه في حاله كاين خصها شي مرات كتسيل بالليل هكا ولا ما بقاش كنسمع بها اصلا دابا كنسمع غير بغيت تسمعيش كنسمع انا بس ديت هادي ما بقاش نسمع بها ما قلتيش لها ديك باش تداوي انا ما تبغيش واخا نقول لها ما راهش تبغي انا الدور فيا اصلا نقول لها هضر مع ماماك تقول لي مالي انا شغلي انا وانا والداك ما عنديش التليفون فهمتي التليفون حيدو لي حيدو لي حيدو لك التليفون حيدو لي ديك تحسي بالحقره معاها بزاف في الليل كنبقى نبكي مخا بنهار كنشغل في الليل كنبقى نبكي كنتي خايفه على راسك خايفه بزاف والله وليت خايفه بالليل في الرعب بالليل وبالنهار ديك الدار ملي خرجت على فيا تحيت دابا قبيله جي مع الطاكسي وكنشوف راهي وجهي تابعاني ولا كيفاش هربت غير كنت خرجت طار زبل الحشاك وخرجت خليت لي مع الباب تمايا وهربت ما شافونيش هذه هي الطريقه باش هربت هذه هي الطريقه باش هربت قلت لي راسك غدي الزبل صافي قالت لي خرجي الزبل قلت لي هذه مزيانه غادي نخرج الزبل بحوجها قال لي لاصه وطاب لي انا حيتها بقى بالطابليه ديال الصباح وريها بالطابليه ديالي كنت لابسه حيتها دابا نحيد الطابليه دابا ديالي خرجت هكا هاد الحوايج اللي كتلبس يعني هربتي خفتي على راسك على راسك عرفتي شنو الرعب ما بقيتش مرتاحه حيت ما كاين الماكله ما كاين الراحه ما كاين حتى الماكله كتستخسرها حتى الماكله ما كايناش كتقول لي من انا والدك نوكلك سيري شوفي تاكلي ولا بقاي بالجوع ولا ما عنديش المشكل المهم هي الشغل خاصك ديري حتى بالليل حتى كنسالي الشغل كتجبد لي شي حاجه نديرها خاصني نبقى سهرانه الليل كامل بحال البارح جات لي الماريو كاملها خبطاتو مشات نعس في الصالون قالت لي رجعي كلشي لك بلاصتو بقيت حتى 5 الصباح البارح حتى ديك تقريبا 11 الليل يعني ساليت الشغل ديالي خلي نمشي الناس تجبدت الماريو كاملها خبطاتو كامل اه وقالت لي نعس مع الخمسة حتى الخمسة الصباح حتى الخمسة الصباح هي ناسة اه وفيقتني مع 6 ونص عاوتاني خصني نور نكمل شي حاجة اخرى مشاهدينا هادشي اللي كنسمعوا فعلا صادم صادم بزاف مشكور الاخ اللي لقاها اللي لقى هاد السيده وهو اللي واقف معاها مش واخا غير الصوت ديالك معنا مشاهدينا هاد السيد هو اللي لقاها لانه وعاودها عاود لينا بعدا انا راه بقيت عارفه ما نقول السلام عليكم هاد السيده هادي ركبت معايا من المنصوريه حطيت الناس في المنصوريه وهي كانت هزه معاها واحد ساك بوبيل لحتو هي دارت السبب ساك بوبيل خباش خرجوا وتهرب حيت هاد الناس اللي كانت خدامه عندهم كيعنفوها بزاف وكانت محتاجه هاد السيده راه كلها مضروبه في يديها مهرسه من يديها بجوج ودنها مؤخرا قالت لي راه ضربوني بقرعه ديال قرعه ديال الكول ضربوها بقرعه ديال الكول هنا كانت مسدوده عينيها شعرها كينتفوها منه لا حول ولا قوه الا بالله هاد السيده انا ملي ركبت معايا ما بغاتش تهضر ما بغاتش تدوي بالخوف اللي فيها وبداك الرعب اللي كانوا منوضين في هاد الناس ما قدرتش تهضر واحد السيده راكبه حدايا هي اللي قالت لها شنو عندك بدات كتبكي صافي هي بدات كتعاود لينا شنو طاري لها ملي كملت لي الهضره وداك الشيء وصلت انا للمحمديه وصلت للمحمديه عيطت للناس ديال الصحافه جيتهم مشكورين ودخلوا الناس ديال الامن ودخلوا الفاعلين الجمعويين وهاد السيده بغينا الصوت ديالها يوصل يتخذ لها الحق ديالها حيت حنا في 2024 وباقي كيتمارس هاد العنف على خادمات البيوت خاصه انه راه كلشي دابا واعي كلشي قاري كي قلت في الاول حتى الا كانت دارت شي حاجه راه كاين الامن كاين الامن الا دارت شي حاجه الا كانت فعلا كتسرق كاين الامن كاين السلطات كلشي كاين حنا في بلد الحق والقانون دولة الحق والقانون هاد السيدة بغينا يتخذ لها الحق ديالها انا بقات فيها هاد السيدة بزاف من الصباح بقات فيها هاد السيدة بزاف وبغيت يتخذ لها الحق ديالها وان شاء الله الصوت ديالها يوصل